سبحوا الله في جميع قديسين، سبحوا في جلال قوته، سبحوا على ما قديرتي، سبحوا ككثرة عظمته، سبحوه بصا سبحوه بدفوف وصفوف، سبحوه بأوتار وأرجوف، بصنوج حسنات الصفوف، سبحوا بصنوج تاني كل نسمة فلتسبح بدري كي يوم كي يوم ابمعتي كنين كي Yeah.
شوي صفقوا اني ببص اغري امر في نقول انتيون ابي اوي ان امو ايو لكاني افقون نتشارف جن ما سيتيس وضع ربنا ثياب واشتد دمي من دين وصب ماء في مغسل وغسل عرب تلاميذ افئي اون هي سيمون بطرس افئينا يان ايرات في بيغافناف جيني كيارات ابون شاين انت بيني فجاء ايضا الى سمع بطرس ليغسل قدمي فقاله لست تغسل لي قدمي الى ابد الابد بجيب سوتير سيمون بطرس جي انقى جي انق بيتي قويمس ناك جي عيشي تيما ركبوا اني امونتك توينمي فقال مخلصنا لسمعا بطرس انا اقول لك انه ان لم اغسل قدميك فليس لك معي نصيب بيجي سيمون من ام بن سوتين جيبا شويسي صد برسوس ومن اون اتشارف جيم مباطو على نمنك جيك نم اتقاضي قال سمعا لمخلصنا يا ربي يسوع المسيح ليس قدمي فقط بل يدي وراسي نفتي اذبونو ابقو اموش دي انوك اي او ينين اتشارك انثو دي اوتين صامب شانوتين انت تينيارات كنتين ارم وكان يعلمهم قائلا انا غسلت ارجلكم وانتم ايضا يجب ان يغسل بعضكم ارجل بعض طب امب شوي سريقن انا شوي سنيودنا بالصنص نمبيكيش بيصنا بما سيديس تفكان النوبين نبون اطلب من الرب عنا يا سادتي الاباء الرسل الاثنين والسبعين تلميذا ليغفر لنا خطايانا القدوس الاب والابن والروح القدس سلاما وبنيان لكنيسه الله الواحده الوحيده المقدسه الجامعة الرسوليه امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطيهم كلهم الاجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب ارحم. Thank you.
ونوتي نوتي في زماروت انجيب نوتي بيوت بي بانتوكراتور افز ماروت انجب فمنو جنيس انشير يسوس بخريسوس بنشويس آمين افز ماروت انجب ابن فمايس اواب امبارك ليتو Patir agios isios agios en ebne magion amin flugitos kyrios o theos istos eonas amin nies nos tiro es moeb cho es maro es moero fin genila os tiro ge apefna et agro ehri egonovo timith mi enteb cho es shubshaine amin alleluia Sebetrike eioke agiom nevmaetike ninke aike os eonas ton eonon amin en lino oie Shmile flogite Προσευχή εστασίτη ειρήνη πάρη και το πνεύμα της Μάριν σιβέμωθεν τότσον περίφερπες να νεύω εννοείτε ευνούτε βιώτεν πέτσο Ιησού ευνούτε βεν σωτήρ Ιησούς βε Χριστός Γιάφερες κουβαζίνιγον αυροίσεν έρουν αφαρέρουν αυσοπτεν έρουφ αυτοί έσου έρουν αυτοί του την αυέντεν σέρια τάι ονούσαι εν σοφό με τρόφο πως εν τεβερε έρουν χεμπάιος ουαφάιν εμνουατήρουν τέπεν αν χενερίν εβέν εν τζίβι παντοκρατώ Ρεψοί σε βενότη Προς αβεξάστη Ινιέδε Ινσόν Μη Ρεψοί σε βνότη Βίβαν το κράτορ Ευιώτεν πενσοί σο βενότη Βεν σωτηρήσος Βε Χριστός Να σκορά يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة ارحمنا الله واترف علينا واسمعنا وعيننا واقبل صلاه وطلبات قديسي منهم بالصلاه عنا في كل حين وان يحفظ لنا وعلينا حياه وقيامه بين البطريرك الانبات ودروس الساني وشركائه في الخدمه الرسوليه ابائنا الاساقف المجتمعين معنا واغفر لنا خطايانا ان ننال من شركه اسرار المقدسه السمائيه لمغفرة خطايانا يا رب ارحم من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع مخافتك
كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الميدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة وعقارب على كل قوات العادل. خدام هذا اليوم، الآباء الأساقفة والآباء الكهنة القمامسة والقصوص والشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعفه، فليكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجماعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسول، فم ناظر الله الإنجيل إيمان مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويرس معلمنا ديوسقوروس والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا فم الذهب والقديس كيرلس والقديس باسيليس والقديس إرغوريوس، من أفواه 318 مجتمع بنقية وال150 بقسطنطينية وال200 بأفسس، من فم الآباء الأساقفة الحاضرين معنا، من فم حقارتي لأنه بارك مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ظهر الدور آمين. إن بنيوت الصيود نارش Oh, whoa, whoa.
غاراي تشيبول هي تنبجو اويس ام في تايتيف انتن ثينو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر وكسر وقال خذوا كل هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم هذا اصنعوه لذكري. وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا هذه الكأس هي للعهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري، فإنكم كلما تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموت الرب إلى أن يجيء، لأن كل من يأكل من هذا الخبز أو يشرب من كأس الرب بغير استحقاق فيكون مجرما في جسد الرب ودمه. فليمتحن الإنسان نفسه، وهكذا فليأكل من هذا الخبز ويشرب من هذه الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق فإنما يأكل ويشرب دينونة لنفسه، إذ أنه لم يميز جسد الرب. من أجل ذلك كثر فيكم المرضى والسقماء، وكثيرون يرقدون، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. وفي دينونتنا هذه إنما يؤدبنا الرب لئلا ندان مع العالم. إذ يا إخوتي حين تجتمعون للأكل فلينتظر بعضكم بعضا، وإن كان أحد يجوع فليأكل في بيته لكي لا يكون اجتماعكم للدينونة، وأما الأمور الباقية فعندما أجي أرتبها. نعمة الله الآن فلتحل على أرواحنا يا أبا إخوتي، آمين. أجيوس أوثيوس أجيوس إتشيروس أجيوس أصانتوس أو إكبرثين جنتيس إليسون إمس أجيوس أوثيوس أجيوس إتشيروس أجيوس أصانتوس أو إكبرثين جنتيس إليسون إمس
Ισχυρός Αγίος Ασάνατος ο Σταυρός εις δήμες ελέησον ημές. السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين رسل إلى أطهار مكرمين قائلا أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذنكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسك. يا رب ارحم. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وعصونا نذكرهم في سؤالاتنا الباطنة التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا. صلّى صلاة بدلّي
يسقم امباوك افطون امبف سبيو ارييغو يالليلويا مارو تشاس خنت كنيسيا انت مفلان أوس أو مارو اسمو إروفين كدرا انت نبرز بيت إروس جاب كونو متوت إمبريت نانيسون إبن أبن جنيت سطون وإبن شايني قطع التاكسيس من شيس ايدي شوي صاوينا من مقبن يوتس هو ابن بطري ارشيس بابا بطاطرس بماهي نمنن يودن بسكوبوس ديت كينين ايمان شوي سمي اعري بتنون خلي لويا ان لويا ان Κύρια φλόξο του κάτω ματσίον Αγίου Ευαγγέλιο το ανάνοσμα تين معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته علينا امين هيات قدامي مائدتان مقابل الذين يضايقونني الذي اكل خبزي رفع علي عقبه فليرفعوا في كنيسة شعبي وليباركوا على منابر الشيوخ لأنه جعل عبوة مثل القراف يبصر المستقيمون فيفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكائن إلى الأبد على طقس ملكي صداقا ليلويا الرب عن يمينك يا بان الطائر الباب البطريرك الانبات ودرس الثاني وشركائك في الخدمه الرسوليه ابائنا الاساقف المجتمعين معنا الرب يحفظ حياتكم مباركٌ
الآتي باسم الرب. ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. المساء اتكأ مع تلاميذه الاثنى عشر وفيما هم يأكلون قال لهم الحق أقول لكم أن واحدا منكم يسلمني. فحزنوا جدا وابتدأ كل واحد منهم يقول لعلي أنا هو يا رب. أما هو فأجاب قائلا الذي يغمس يده معي في الصفحة في الصحفة هو الذي يسلمني وإن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه. فويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، لقد كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. فأجاب يهوذا المزمع أن يسلمه وقال له ألعلي أنا هو يا معلم؟ فقال له أنت قلت. وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وباركه وقسمه وعطى تلاميذه وقال خذوا كلوا فإن هذا هو جسدي. ثم أخذ كأسا وشكر وأعطاهم قائلا اشربوا من هذه كلكم فإن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عن كثيرين لمغفرة خطاياهم. وأقول لكم أنني من الآن لا أشرب من نتاج هذه الكرمة إلى ذلك اليوم الذي فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت آبي. الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. أهنئكم أيها الأحباء بعيد يوم خميس العهد، ذلك اليوم المتميز في تاريخ مسيحيتنا وفي عمل السيد المسيح، فهو اليوم الذي يسبق الصليب المجيد. هذا اليوم عيد سيدي، عيد سيدي مفرح نحتفل به وسط الآلام الخلاصية. وهذا العيد يتميز بأعمال كثيرة. في البداية أحب أن أشرح أن السيد المسيح في هذا اليوم صنع خمسة أفعال أو خمسة أعمال. أول حاجة تمم الشريعة من خلال الفصح، فأكل الفصح مع تلاميذه. وعيد الفصح ده هو زي ما احنا عارفين معناه فصح، يعني عبور، او اللي هي كلمة بسخة او بس اوفر. وأكل الفصح وكان الفصح الأخير. العمل الثاني انه قدم لنا اهم فضيلة في حياتنا المسيحية، وهي فضيلة الاتضاع، من خلال أنه قام وغسل أرجل تلاميذه وهو المعلم والسيد. الأمر الثالث أن السيد المسيح أسس الكنيسة من خلال سر الإفخارستيا. وهذا السر العظيم الذي تقوم على أساسه الكنيسة المقدسة القداس،
وزي ما بيقولوا بعض الآباء المسيحيون يقيمون سر الإفخارستيا، وسر الإفخارستيا يقيم المسيحيين. عشان كده الكنيسة بتحرص انها تقدم هذا السر في كل وقت. الامر الرابع ان السيد المسيح اخذ يتحدث حديثا طويلا اسمه حديث العلية، نقراه في انجيل معلمنا يوحنا في الاصحاحات من 13 لغاية 16. وهذا الحديث حديث طويل، وبتذكر معظم هذه الاناجيل في ليلة الجمعة الكبيرة، هي يعني الخميس بعد الظهر. العمل الخامس اللي قام به المسيح في هذا اليوم انه صلى الصلاة الوداعية، او ما نسميها الصلاة الشفاعية، وهي الصلاة العميقة والتي تسمى كثيرا صلاة الصلوات. وهذه الصلاة مذكورة في انجيل معلمنا يوحنا في إصحاح 17، وينفرد بها القديس يوحنا الحبيب التلميذ الذي كان يسوع يحبه، وسجلها لنا في 26 آية. وهذه الصلاة يعتبرونها قدس الكتاب المقدس أو قدس العهد الجديد، وتعتبر في معانيها كل عبارة وكل آية فيها لها معاني عميقة للغاية، وترسم أيضا حياة الكنيسة. هذه الأعمال الخمسة قدمها المسيح في هذا اليوم، والكنيسة أيضا تصنع خمسة أعمال في هذا اليوم. أول حاجة بنعملها النهاردة أن احنا رفعنا بخور باكر في حين الأيام السابقة، الاثنين والثلاث والأربع، وبكرة الجمعة ما فهمش بخور بنرفع فيه لا باكر ولا عشية. حاجة تانية ان الكنيسة بتعلمنا بطريقة الطقس الحي ما نسميه دورة تبكيت يهوذا، وهي اللي بنشوف يهوذا فيه كيف انه اخطأ وسلم المسيح بحفنة من المال. ورغم انه كان تلميذ للمسيح الا انه وقع في هذه الخيانة وانتهت حياته او انهى حياته بيديه، وهي دورة عكسية فيها التوبيخ واضح جدا ليهوذا حتى لا يوجد يهوذا اخر. الحاجة الثالثة ان الكنيسة النهاردة بتعمل طقس اللقان وغسل الارجل، وزي ما ذكرت لحضراتكم ان هذا الطقس يتم 3 مرات في السنة، في عيد الغطاس وخميس العهد وعيد الرسل. الحاجة الرابعة ان القداس بتاع النهاردة مختلف عن كل القداسات، لان في اجزاء كتيرة لا تقال، فهذا القداس هو القداس التأسيسي لسر الإفخارستي. يعني ده الصورة الأولى للقداس أو التسليم الأول كما علمه السيد المسيح لتلاميذه. عشان كده مثلا مفيش كاسيليكون، مفيش إبراكسيس، ومفيش صلاة صلح، ومفيش مجمع قديسين، ومفيش ترحيم، فقداس مختلف. الحاجة الخامسة إن في عشية هذا اليوم بعد الظهر يعني الكنيسة بتصلي ساعات البسخة، ولكن يزيد عليها ان الاناجيل تقرأ 4 فصول في كل ساعة، وهذه الفصول نسميها فصول الباراقليط او الحديث الطويل الذي تحدث به السيد المسيح مع تلاميذه. هذه الصورة ايها الاحباء صورة خميس العهد، ولكن دعوني اتوقف أمام أهم فعلين نتعلمهم في هذا اليوم، الدرس الأخير والعشاء الأخير. الدرس الأخير وتأسيس سر الإفخارستيا، سر التناول. لما بنلاحظ حياة ربنا يسوع المسيح بنلاقيها مزيج من حاجتين،
في كل أفعال السيد المسيح، في كل معجزاته، في كل أمثاله، في كل مقابلاته، في كل تعاليمه، مزيج من حاجتين: الاتضاع والحب. الاتضاع والحب، ودول القدمين اللي بيمشي عليهم كل خادم للمسيح منذ أيام المسيح لغاية أيامنا، لغاية نهاية الدهر. الاتضاع والحب، فالإنسان لا يملك سوى الاتضاع والحب، الحب والاتضاع، والاثنين مرتبطين ببعض أشد الارتباط. السيد المسيح في اتضاعه يصل إلى قمة الحب، وهو أيضا في محبته يصل إلى قمة الاتضاع، فالاثنين متداخلين ونقدرش نفصلهم عن بعض. في غسل الأرجل قمة التعليم الذي قدمه المسيح بالقدوة، في غسل الأرجل حادثة فريدة، دائما المعلم يجلس في مكان أعلى والتلاميذ في مكان أقل، وفي كل التواريخ وكل الفلسفات وكل المعلمين كانوا يصنعون هكذا. أما السيد المسيح فقدم نموذج جديد في هذا التعليم، فابتدأ يأخذ ماء ويجلس على الأرض ويغسل أرجل تلاميذه. حادثة لا سمعناها لا في عهد قديم ولا في عهد جديد ولا في تاريخ البشر ولا في تاريخ الشعوب أن المعلم يصنع هذا. ولذلك اعترض بطرس الرسول، وانتم زي ما عارفين بطرس دايما يعني حامي شوية، فبطرس اعترض ويعني ما عجبوش الحال، قال له لا لا ازاي، ده انت المعلم واحنا التلاميذ، ازاي تغسل رجلينا يعني. والحقيقة السيد المسيح اراد ان يصنع هذا العمل العظيم علاج لخطأ وقع فيه التلاميذ. التلاميذ سقطوا في خطية من هو الأعظم، كل واحد بيحكي أنا أحسن من التاني، والتاني أحسن من التالت، والتالت أحسن من الأول، وتروح الحكاية. فأراد المسيح أن يعلم درسا قاطعا، وابتدى يغسل رجلين تلاميذه. وخدوا بالكم من ضمنهم ربما يهوذا كان موجود، وغسل أرجل التلاميذ رغم اعتراض بطرس. وبطرس بانفعال أو بغضبية، لن تغسل رجلي أبدا، مش قادر يتصور الحكاية. أحيانا الأفعال العظيمة لا يتصورها العقل، وأحيان قمة الاتضاع ما يقدرش الإنسان يفسره كويس. لن تغسل رجلي أبدا. يوم السيد المسيح يرد عليه بهدوء شديد: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. وهنا بطرس يعيد التفكير، وكأن المسيح بيقول له أنا عايز أغسل عنك عنادك وكبريائك، وانك تدعي انك تكون يعني المتقدم في وسط التلاميذ. وابتدى السيد المسيح بعد ما بطرس ابتدى يستوعب الدرس يقدم رجليه ويغسله، برغم انه قال له اغسلني بالكلية راسي ورجلي وايديا، وتقال لا انت محتاج لغسل الارجل فقط. وغسل الارجل في احد معانيه يعني التوبة. نحن نمارس سر المعمودية ونولد ميلادا جديدا من الماء والروح، ويصير الإنسان له حياة جديدة، ولكن عبر مشوار حياتنا
الإنسان يتعرض لأخطاء وخطايا كثيرة وسقطات، بنعبر عليها بغسل الأرجل، بسر التوبة والاعتراف. إنسان محتاج أنه يغسل رجليه، يعني يقدم اعتراف ويقدم توبة حقيقية. وعايز أفكركم بحاجة مهمة امبارح والنهاردة، أو من يوم السبت والنهاردة. يوم السبت بعد السبت اللي فات، سبت العازر، بعد ما السيد المسيح أقام العازر، مريم قدمت وليمة وجابت الطيب نردين كثير الثمن وسكبته على قدمي المسيح وغسلت به قدميه. والنهاردة المسيح بيغسل قدمي الرسل أو أقدام الرسل، بيغسلها بالمية وبيغسلها عشان يعلمهم درس في الاتضاع، ويعلمهم في الجانب الآخر أن الإنسان يحتاج على الدوام إلى توبة نقية ويعيش بأرجل نقية وبسلوك. الرجل معناها السلوك، مش القدم مجرد عضو من أعضاء الجسم. القدم المعنى الرمزي بتاعها أنها تعبير عن السلوك، سلوكيات الإنسان. والذي اعتمد هو طاهر لا يحتاج إلا إلى غسل رجليه، يحتاج إلى التوبة. واضح لحضراتكم أن التوبة لن تكون إلا من خلال اتضاع الإنسان، فالنفس المتكبرة لا يمكن أن تتوب أو تعرف مجال للتوبة. كان الدرس ده درس في التواضع، وكان الدرس الأخير اللي قدمه السيد المسيح قبل الصليب، وكان الدرس اللي عايزه يلزق في أذهان تلاميذه. ولما تقروا وياي في إنجيل يوحنا وفي الحادثة دهيت، تلاقي إن السيد المسيح بيتكلم عن المحبة، أحبوا بعضكم بعضا، وعندما تظهر محبتكم لبعض تكونوا بالحقيقة تلاميذ لي. الكلام ده اللي قدمه المسيح من 20 قرن من الزمان هو كلام حي لحياتنا النهاردة ولسلوكنا ولخدمتنا ولكنيستنا. درس الاتضاع. ممكن واحد الام مثلا ممكن انها تغسل طفلها الصغير باي حاجة وما تتأففش، وممكن ممرض او ممرضة في مستشفى يغسل مريض او يغسل مسن كيف ما يكون الاحتياج دون تأفف. لكن ان الانسان يتعلم ويعيش انه يستطيع ان يغسل اقدام الاخرين، يغسل هذه الاقدام، يعني يتضع لغاية الاقدام، شيء مهم جدا في حياتنا. احيانا الانسان وهو في مسيرة حياته وبالذات مع العالم الصاخب ده ينسى هذه الفضيلة، فضيلة الاتضاع. واحيان الانسان يقع في خطايا، ان كان سلطة ولا منصب ولا شكل ولا زي ولا لقب ولا اي حاجة من الحاجات ده هي. او الانسان يشعر في داخله بانه افضل من اخرين. النهاردة خميس العهد دعوة للانسان انه يتضع، ودعوة للإنسان أنه يعيش هذه الوداعة وهذا الاتضاع. وطوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. وزي ما قال لنا السيد المسيح اللي كله الفضيلة، قال كده: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. يمكن بنتخرج من كليات وبندرس دراسات وكل تخصص وأشكال وألوان، لكن مفيش كلية تخرج المتضعين. هو جهاد الإنسان مع نفسه من أجل هذا الاتضاع. ودي صورة مهمة جدا. حتى القديس يوحنا المعمدان
لما قال على نفسه بالاعتبار للسيد المسيح: لست أهلا أن أنحني وأسل وأحل سيور حذائي. وعشان كده نال تطويبا من السيد المسيح انه نال العماد على ايديه. وفي نفس الوقت يوحنا المعمدان علمنا درسا ان ينبغي ان هذا يزيد وانني انا انقص. ودي تعريف قوي لصورة والحياة الاتضاع في حياة الانسان. الدرس الثاني او الاخر الذي علمهنا السيد المسيح في هذا اليوم هو درس وتأسيس سر الافخارستيا، سر التناول. وسر التناول صار بمثابة عهد جديد بين الانسان وبين الله. تفتكر وياه مثلا من ايام نوح كان قوس القزح عهد، من ايام ابراهيم ابو الاباء كانت وصية الختان عهد، من ايام موسى النبي كانت حادثة العبور والفصح عهد. اما في العهد الجديد فكان العهد الذي قدمه السيد المسيح، قدم جسده وقدم دمه من اجل الانسان. وكسر الجسد وسفك الدم هو من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه. أنت عندما تتناول وتأخذ الجسد والدم أنت تثبت في المسيح والمسيح يثبت فيك. و طبعا زي ما كلنا عارفين ان السر ده بيقوم على اساس حبات القمح وحبات العنب. حبات القمح سنبلة القمح اللي بنعمل منها الخبز، السنبلة دي سنابل كتيرة او حبات كتيرة وبعدين بتطحن لغاية ما تصير دقيق، وهذا الدقيق لا يمكن ان نحصي ذراته، ثم يؤخذ في النار الى ان يصير خبزا. وعصير الكرم بنفس الطريقة، حبات العنب الكثيرة في عنقود العنب نأخذ هذه الحبات وتعصر الى ان تصير عصير الكرم. والمعاني في مكونات سر الافخارستيا باعتبار ان ده اقدم غذاء عرفه الانسان، وباعتبار الوحدانية، عنقود واحد لكن فيه حبات كتيرة، سنبلة واحدة لكن فيها حبات كثيرة، وايضا فيها تعبير عن الاتحاد، اتحاد حبات القمح او حبات العنب، ثم ان اعدادهم يحتاج الى امتحان وإلى نار وإلى عصر. وهذا ما اجتازه السيد المسيح، جثته في المعصرة وحدي. طب بنتناول ليه؟ زي ما بنحدد في القداس وبيقول أبونا في نهاية القداس عن التناول: يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. يعطى عنا خلاصا تطهير من الخطية، ويعطى عنا غفرانا للخطايا، يمنح الإنسان شكل من أشكال السلام، لأن الإنسان مشكلته في الخطية وإحساسه بالذنب، والوحيد الذي يستطيع أن يرفع خطية الإنسان هو المسيح، فهو الذي يمسح الخطية. فيعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. وهذه الحياة الأبدية هي إحساسات النصرة والفرح في قلب الإنسان. وعايزك بشكل ما إنك تاخد الثلاث مفردات دول وتقسمهم على الزمن: يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا
وحياة أبدية لمن يتناول منه. في الماضي المسيح صلب من أجلك، وفي الحاضر يغفر لك خطاياك. في الماضي صلب من أجلك ومنحك خلاصا، واليوم يمنحك غفرانا للخطايا ومستقبلا الحياة الأبدية التي هي مزيج من الفرح والسلام والنصرة الداخلية في حياة الإنسان. وده اللي بيشعره الإنسان حتى بعد التناول. نقول فمنا قد امتلأ، قلبنا قد امتلأ فرحا ولساننا تهليلا. وبهذه الصورة يكون الدرس بتاع النهاردة درس العهد الجديد اللي قدمه المسيح لنا. زي ما قلت في الأول، هو مزيج من الاتضاع والحب والحب والاتضاع. وخميس العهد هو العهد الجديد الذي يربط بين الإنسان وبين الله. إن كانت ظروفنا في هذه السنة بسبب انتشار وباء وانتشار مرض، إن كانت ظروفنا والأسباب الصحية تمنعنا من التجمع والتواجد في الكنائس، ليس في مصر فقط ولكن في بلاد كثيرة في العالم، ولكن نحن لنا ثقة في الله أنه يستطيع أن ينهي وينهي هذه الأمور ويتمم شفاء المصابين ويذكر الذين رحلوا. وإحنا النهاردة وإحنا في بيوتنا التي صارت كأنها كنائس ونصلي فيها ونتابع الصلوات، وده طبعا وضع ما هو الوضع الطبيعي، لكن ده وضع استثنائي. لكن ثق ان شعورك الداخلي وإيمانك ونيتك وصلواتك المرفوعة يقبلها الله إليك. والنهاردة فرصة وانت بتصلي ويانا انك تقول له يا رب انا هاخد وياك عهد جديد. العهد الجديد ده هو مكون من كلمتين: اتضاعي ومحبتي لكل احد. اتضاع الانسان امام كل احد ومحبته لكل احد، وانت في البيت ويا افراد الاسرة كلهم، وانت في الخدمة، وانت في الكنيسة، وانت في المجتمع بصفة عامة. العهد الجديد يتلخص في الكلمتين دول: الاتضاع والحب. الاتضاع في غسل الأرجل، والحب في بذل السيد المسيح جسده ونفسه من أجلنا على خشبة الصليب ليقدم لنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل ما يتناول منه. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. Nofin tak bebko evolin tene en novi nem tide yasiki Ma ansitis an ereb emev shem bishin entevon ezerenu ome polenlin edevai beb soma emev nondi nel bebes nobel alisin o jefes maro den ostem mos den ti ona shmi flogite be brosef shi sasite irini ba
الخلاص. اطمن امتي ربنا إلى أن خلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحد الوحيد المقدسة الجامعة الرسولية. سلام كنيسة الله الواحد المقدس الجامعة الرسولية الأرثوذكسية. يا رب رب يسوع بيزين أفريك سنتيكومي إيني شافريك نلاهوز تيروني وهيتيرو اسمه إيروهو تيريني تيبول خني في قوي ميس اخري انني تير وعلى نمتكيريني انت باب اي في يوسفاي اري خريستي مستان اني موت في أرشين متمت أين أرخن زوجين مي إيش ننزيب ننزل مشيخون نم ننزل مشيخ ولسل صروخ نرين نبين يا ملك السلام أعطينا سلامك لأن كل شيء أعطيتنا اقتننا لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك اسمك القدوس هو الذي نقوله فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس ولا يقوى علينا نحو عبيدك موت الخطية ولا لكل شابك يا رب نسأل الله الآب ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب أبانا الطوبى والمكرم رئيس رأس أقفى بطريركنا الأب المكرم الباب الأنبا تودروس الثاني وأخويه الروحيين مارغناطيوس فرام الثاني بطريرك أنطاكيا أبونا أنطونيوس الأول بطريرك ريتيا وشركاء في الخدمة الرسولية بين الأساقفة المجتمعين معنا. صلوا من أجل رئيس كانت الباب المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا بطريرك رئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وأخوي الروحيين يعني أبينا البطريرك أنطاكي مارغناطيوس إفرام الثاني وأبونا أنطونيوس الأول بطريرك إريتريا وشركائي في الخدمة الرسولية أبائنا الأساقفة المجتمعين معنا وسائر سقفتنا الأرثوذكسيين. يا رب رحم خنقو آره آره إيروؤو إن هنميشن رمبي نم هنسيو إن هيريني كون افجو كفول انثيث اواب اتاكتن هوت في ايروس افول هيتوت كمت ارشي ارفس كاتا بكوشيث اواب وهم كاريون مفصلين كلمة الحق باستقامة رعينا شعبك بطهارة وبر وجميع الأساق في الأرثوذكسين والقمامسة والقصوص والشمامسة كل امتلاك كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامعة
رسولية. أنعم عليهم وعلينا بالسلام والعافية في كل موضع، وصلواتهم التي يقدمونها عنا وعن كل شعبك، وصلواتنا نحن أيضا عنهم. اقبلها إليك على مذبحك المقدس الناطق السماء رائحة بخور، فسائر أعدائهم الذين يرون والذين لا يرون اسحقهم وذلهم تحت أقدامه. سريعاً أما هم فاحفظهم في سلام وعد في كنيستك. المقدسة يا رب ارحم. فلنسأل الله أن يفضل أبطال كل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها، صلوا من اجل هذه الكنيسه المقدسه واجتماعاتنا يا رب اعطي ان تكون بغير مانع ولا عق، نصنع كمشيئتك الطوبويه المقدسه بيوت صلاه بيوت طهاره بيوت بركه. انعم علينا على عبيدك الاتين بعدنا الى الابد. قم يا رب لنا وليتفرج جميع عداك وليهرب من قدام وجهك كل مبغضي اسمك القدوس. اما شعبك فليكن بالبركه الوف الوف ربات ربات يصنعون ارادك بنا. سوفيس بروس قومين كيري ليسون كيري ليسون خنوم اسمي بالحق. Kyrios metabantonimo Kemeta
تذكر زياد سو من تو كريو وانسيو كذيك اكسيون كذيك اون اكسيون كذيك اون اني صغار خين اون اسمي اكسيون سيد الرب إله الحق الكائن قبل الظهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيه أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة يقف حولك الشيروبين الممتلئون أعينا والسيرافين ذوي الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين قدوس بالحقيقة
أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعاهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت. ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدوس ومن العذراء القديسة مريم. آمين. وعلمنا طرق الخلاص، وأنعم لنا بالميلاد الفقالي من الماء والروح، وجعل له شعبا مجتمعا، وصرنا طهارا بروحك القدس. هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم، وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. ضيء نظأم نئم إفن لتطفن طوي إفن هتن النوفي أفشنا في بسيط يامينتي إفلهتم بسطا. آمين. سينا آتي عمتم في أفشنا في بشو إني في أوي أفهم سيساتك أوينا مفيوت يفتوش نوانتي شفيو فيتفنا أنهبو لنخيط اتهاب اتيكم خن أزيكي أسيني هو إبناتي بيواي بيواي كطنفي في أوي كطاتو لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى، لأنه في مراسمنا أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. آه 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 آه
أخذ خبزا على يدي الطائرتين اللتين بلعب ولا دنسين الطوبويتين المحييتان. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. ونظر إلى فوق نحو السماء إليك الله باسل كل أحد وشكرا. خصت من قديسين وسطارقا إلان خذوا كل منه كلكم لأن هذا جسد الذي يخصم عنكم عن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري. هذا هو بالحقيقة أيضا الكاس بعد العشاء مزجها من عصير الكرمة والماء وشكرا. آمين. وبركة. آمين. وقد لتلميذ القديس موسى طارقا إلان خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا الدم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري. وهذا هو أيضا بالحقيقة كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموته وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي. أيضا نصنع ذكر آلام مقدسة وقيامة من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا
نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. اسجدوا لله بخوف ورعدات نسبح نبارك نخدم نسجد حقا آمين. وهذه الكاسة أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له وأيضا حقا آمين. يعطى لمغفرة الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب أسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة كيريا ليسون وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا لأنه بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى كيريا ليسون أرعاة الضطم الذين يرونهم ثبتهم. أعطي بهان للإكليروس نسكن للرهبان والراهبات كيريا ليسون طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة يا رب ارحم رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء كيريا ليسون وجاعة للفضلاء معونة للمساكين يا رب ارحم الشيوخ قوم والذين في الحداثة أدبهم كيريا ليسون نجاحا للطلبة عملا للمحتاجين غير المؤمنين ردهم لتنقض افتراقات الكنيسة كيريا ليسون هل نتعاظم مال البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية الأرثوذكسية يا رب التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها
ولا نشكر يا رب أبانا الطباع المكرم رئيس الأسقف أبانا البترك المكرم الأنباء تدروس الثاني وأخوي الروحين مرغنات صفرام الثاني بطرق انطاقيا وأبونا أنتونس بطرق أريتريا وأشركاء في الخدمة الرسولية أبائنا الأساقفة المجتمعين معنا وسائر أساقفتنا الأرثوذكسية. من أجل رئيس كانتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا وبطريرك رئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وأخوي الروحيين أبينا البطريرك الأنطاقي مارغناطوس إفرام الثاني وأبونا أنتونوس الأول بطريرك إريتريا وشركاء في الخدمة الرسولية بين الأساقف المجتمعين معنا وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين. يا رب ارحم. تشتفوني ما في مبكاهن تيتم اسميخن وسوتين أريخ ريزيستيم بونت كليسياس أوى بف أموين مبكاهي خن أوهيري إيني أريف مف إبشوس نيغومينوس نبنى برز فيتيروس أن أرسوس أوكسوس نمنى ذياكون ساسي برتوني غومنون كبرز بيترون كذياكنون كيبو ذياكنون ابقى تغمطون تثيوستيس إكليسياس كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارت كل شعبك المؤمن. يا رب أن ترحمنا كلنا ماعاً. ارحمنا يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع كل أديرة بين الأرثوذكسية. من أجل خلاص العالم غير هذا وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة ساكنين في ممن إلا تفضل يا رب أويات السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركا. اطلبوا نواية السماء وثمرات الأرض والشجر والكروم وكل شجرة مثمرة في الكل المسكونة لكي يباركها المسيح إلهنا يكملها سلام بغير آفة واغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب أصعدها كمقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض لأرواح أرسها ولتكسر أسمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف
ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عن الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطي طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه قرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، اعطهم كلهم الاجر السماء. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمتنا والذين قدموا. ملكوتك لكي بهذا كما ايضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كان يوم بارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام لجميعكم. نشكر الله الأب أبطال كل أبا ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه العظيم القدوس. هو أيضا فنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسرار الإلهية. آمين آمين. ببروسفك ساستي بركة وسلام لجميع في الأيام التي أراد فيها الله أن يجرب إبراهيم ويعلم قلبه ومحبته فيه.
أن قال له إبراهيم: إبراهيم خذ ابنك الحبيب إسحاق وقدمه لي محرقة على الجبل الذي أعلمك به. فقام إبراهيم باكرا وأسرق دبته وأخذ غلامين وإسحاق ابنه وأخذ سكينا ونارا ومشى على الأرض، فرأى الموضع بعيد الذي علمه به الرب، فقال لغلاميه: اجلسا أنتما هنا مع الدابة، وأما أنا وإسحاق ابني فنذهب ونسجد ثم نرجع إليكما. أخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين، فقال إسحاق لأبيه: يا أبتا، هو ذا النار والحطب، وأين الخروف الذي نقدمه للمحرقة؟ فقال له إبراهيم: إن الله الذي أمرنا أن نقدم له ذبيحة هو يرى حملا للمحرقة يا ابني. وأخذ إبراهيم حجارة وبنى مذبحا، وأخذ الحطب ورفعه على المذبح، وأخذ إسحاق ابنه وربطه ووضعه على المذبح، وأخذ السكين ليذبحه. وإن ملاك الرب نادى إبراهيم قائلا له: إبراهيم إبراهيم، انظر لا تلمس فتاك ولا تصنع به شرا. لما نظر الرب محبتك فيه قال: إني أنا هو الرب إلهك، أقسمت بذاتي إني بالبركة أباركك وبالكثرة أكثر نسلك. إبراهيم عينيه فنظر خروفا عند الشجرة مبصقا بقرنيه، فترك إسحاق ابنه وأخذ الخروف وأصعده محرقة عوضا عنه. فسبح إسحاق كان إشارة إلى هرق دم المسيح ابن الله على الصليب عن خلاص العالم. وكما حمل إسحاق حطب المحرقة، كذلك حمل المسيح خشبة الصليب. وكما رجع إسحاق حيا، هكذا أيضا المسيح قام حيا من الأموات وظهر لتلاميذه القديسين. اللهم يا من قبل ذبيحة أبينا إبراهيم، اقبل هذه الذبيحة منا في هذه الساعة. بارك هذه القرابين، بارك الذين قدمت عنهم، نيح نفوس الأموات. فليبارك المسيح على قلوبنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت، نكسر بدلة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول: جي بنيوت أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. إذن الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، إن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد أمين. حن خريستو Thank you.
فلاسيمون تو كيريون اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها فلاستحقا وبروحك ننصت بخوف الله آمين. امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدسات للقديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين. واحد والاب قدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدوس تميون ليس نوني سو خريستو طير تسيوي مون امي اديون تيميون سو ما كيما ليس نون ايسو خريستو طير تسيوي مون امي نبسنو في انتين مانويل بن نوتي في بيخن ام اسميا اعترفوا للنفس الاخير ان هذا هو الجسد الموحد الذي اخذه ابنك الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا وليت الاله القديسه الطاهره مريم وجعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام براس البنطي وسلم عنا على خشب الصليب المقدسه بارادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا
وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن 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 أن هذا بالحقيقة. آمين. حقيقة امين. اطلبوا عنا عن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من اجلهم نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد الليل ويصلوا من اجل التناول باستحقاقين من أسرار مقدسة الطائرة السمائية. يا رب ارحم. Ebon chen, Nisayas, be a prophet, Nisayas.